لم تصمد بغداد أمام أولى موجات المطر في موسم الشتاء. ساعة واحدة من الأمطار الغزيرة كانت كفيلة بإغراق الكثير من شوارع ومنازل وحتى مستشفيات العاصمة وعرقلة حركة السير، ما أثار موجة غضب واسعة بين السكان الذين تأثرت جميع تفاصيل حياتهم سلبا. والله المناطق تعبانة، الشوارع راية تصليع، مطرت يومين وصار هيك شوارع خياس طين، يعني هسه طلاب المدارس تمشي بالشارع كلها غاطة بالطين، السيارات تمشي بالشارع كلها طين يطير علينا، هذا يعني يسوون شارع الشوارع. يعني اليوم انا طلعت الصبح دوامي، شفت وضعيه كلش مو زينه، يعني ما يوصل يعني عبر الباب مال السياره، يعني الخدمات وين؟ هاي الدوله تحكي وين؟ هاي المليارات اللي تنصرف وين تروح؟ سؤال لا يحتاج إلى فحص دقيق لمعرفة إجابته، يقول بعض سكان بغداد. فالأمطار لطالما عرت فشل وفساد أمانة العاصمة والأحزاب الحاكمة منذ عام 2003، لا سيما أنها المرة الأولى التي تتساقط فيها الأمطار بغزارة منذ عام 2019. لا في تهنا موجودة مكتوب عليها أمانة العاصمة بغداد، زين بس هاي اللي قادر بيها تكتبين بيها، زين الشوارع صار لي كم سنة ما سويتي لحل، مجاري الله أكبر الله أكبر مجاري ما مقدر تسوي لحل، هاي صار لكم كم سنة ملتهين بالبوك بالفساد، محاصصة هذا إلك هذا إلي. إحنا بالنسبة لنا يعني نقدر نقول الحكومات اللي مضت كلها من 2003 لحد الآن ما عندهم استراتيجية، ما عندهم خطط، يعني سواء كان على مجال الخدمات، مجال السياسة، مجال الإعمار، مجال بكل مجالات الحياة، هذا شيء معروف صار العراقيين كلهم، ما يحتاج تسألني تسأل غيري. ماكو استراتيجية، ماكو تخطيط، هاي وزارة التخطيط قاعدة ساكتة، شنو شغل؟ هو أعماله ملتهين بجيوبهم أكيد. هو أهم شيء هسه عنده جيب، هسه ليش هو راح يصلح؟ هسه شاف الفيضانات، ليش راح يصلح هو؟ لا ما يصلح شيء أكيد، يقول لك خليه عسى ما تفيض، عسى ما يصير نهر دجلة يعني. ما عليها. وفي ظل هذه المعطيات لا يبدو أن أمام العراقيين شهورا سهلة خلال موسم الشتاء الحالي، مع استشراء الفساد الحكومي الذي يحول دون توفير الخدمات الأساسية وتطوير شبكات المجاري في بلد هو أكثر دول العالم تأثرا بالتطرف المناخي وفق تقارير الأمم المتحدة.